للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، أهلا بحضرتك، كل عام وانت بخير في بداية الحديث، وأهلا بيك. طبعا تابعنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، والتي بدأها بتحية عمال مصر وإرسال تحية بمناسبة العيد، عيد الفطر المبارك، إلى الأمة العربية والإسلامية. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، وكل عام وعمال مصر بخير وصحة وسعادة، ولديهم القدرة دوما على العطاء والبناء وخوض غمار معركة التنمية والتعمير في الدولة المصرية. أعتقد أن كلمة السيد الرئيس اليوم بتأتي في إطار يعني تقديم التحية وأيضا الشد على أيدي عمال مصر الذين يخوضون بالفعل معارك التنمية والتعمير في كافة ربوع الدولة المصرية. السيد الرئيس خلال كلمته في الحقيقة أوضح كيف تتعامل الدولة مع هذا الملف الحيوي والمهم والمتعلق ب يعني تأهيل العامل المصري وتطوير قدراته، وأكد السيد الرئيس على محاور مهمة للغاية أهمها في الحقيقة ما يتعلق بالتدريب والتأهيل وتطوير العامل المصري تكنولوجيا، ورأينا هذا الملف حاضرا على أجندة السيد الرئيس حتى في زياراته الخارجية حينما كان في ألمانيا، كان في اليابان. السيد الرئيس نعم، سوف نتحدث بالتفصيل عن ذلك أستاذ جمال، ولكن نبدأ يعني كما بدأ السيد الرئيس، يعني أن قال أن العالم مر خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة، طبعا أبرزها جائحة كورونا اللي كانت لها تداعيات كبيرة على العمل، كيف تعلق على ذلك؟ يمكن بالتأكيد جائحة كورونا جاءت لتعطل مسار العمل في العالم كله، ولكن الدولة المصرية وكانت طبعا لها رؤية خاصة ومعادلة خاصة بها، ولم تنفع لفكرة الإغلاق الكامل أو إيقاف دوران عجلة الإنتاج، ولكن الدولة المصرية استطاعت أن تدير الأزمة بتجربة خاصة بها من خلال ريان عجلة الإنتاج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، وهذه التجربة بالفعل نجحت. وهنا الرقم المهم في هذه المعادلة كان العامل المصري، وبالتالي وجدنا السيد الرئيس اليوم يشيد بقدرة العامل المصري على مجابهة هذه الظروف الاستثنائية والعمل في ظل هذا الظرف الاستثنائي ومراعاة الإجراءات الاحترازية، وهذا كان نتاجه في الحقيقة تحقيق مصر في الحقيقة معدلات نمو ملحوظة خلال هذه الفترة. أيضا السيد الرئيس أشار حتى الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها على سوق العمل، وكيف أيضا أن الدولة المصرية لن تستسلم لهذه الظروف بل سوف تمضي نحو العمل والإنتاج والبناء والتنمية. وهنا دوما بنجد أن رهان القيادة السياسية المصرية على العامل المصري وقدرته على العطاء، عشان كده بنجد دايما في جولات السيد الرئيس في مناطق العمل والإنتاج بيحرص على الحديث المباشر مع العامل المصري وتحفيزه والشد على يديه، ويعني أيضا حتى تطوير إمكانياته التكنولوجية والمهنية حتى يستطيع العطاء والتنمية وتقديم خدماته للوطن. ومن ثم هنا نتحدث عن ظروف بتطارد كافة دول العالم، ومصر ليست بمعزل عن العالم بل هي قلب العالم. مصر أحد المحاور الاقتصادية المهمة في العالم، هي محور التجارة العالمي الأهم من خلال قناة السويس، هي بتحصل أيضا أو لديها موقع جغرافي بيصل ثلاثة قارات ببعضهم البعض، هي يعني قلب المنطقة العربية والأفريقية، وبالتالي هي أيضا تتأثر بالمتغيرات الدولية سواء كانت جائحة كورونا أو الأزمة الاقتصادية أو تبعات الأزمة الأوكرانية وغيرها من الأمور. وهنا إصرار من الدولة المصرية لمسناه في الحقيقة من كلمة السيد الرئيس اليوم على فكرة المضي نحو العمل والإنتاج وعدم الاستسلام لأي ظروف تعيق دوران عجلة الإنتاج. وهنا حينما تتحدث القيادة السياسية المصرية بهذا الإصرار وبهذه العزيمة، هي رسالة قوية لعمال مصر أن يزيدوا من قدراتهم الإنتاجية وقدراتهم التدريبية، وأن ينتجوا ويقهروا كافة الظروف حتى تمضي مصر نحو جمهوريتها الجديدة. نعم، أيضا أستاذ جمال، يعني السيد الرئيس قال خلال كلماته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال إن الحكومة وجهت بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب. يمكن هنا تعامل حديث مع ملف العمال من خلال هذه الاستراتيجية. يمكن الدولة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات
خلال الازمات الخاصه بكورونا او الازمه الاقتصاديه وغيرها من الامور، وكلنا راينا كيف ان العماله الغير منتظمه كان يقدم لها المنح والمساعدات وغيرها من الامور. ولكن الان الدوله المصريه ايضا ماضيه نحو استراتيجيه وطنيه شامله تستطيع ان تكون مظله كبيره لعمال مصر، وتستطيع ان توفر لهم المزيد من الامكانيات والخدمات وايضا الفرص التدريب والتاهيل. ويمكن الدوله المصريه الان من خلال هذه الاستراتيجيه بتؤكد على اهتمامها بالعامل المصري، وكونه كما تفضل السيد الرئيس انه ركيزه البناء والتعمير والتنميه. وبالتالي حينما نرى الان الدوله المصريه ماضيه نحو هذه الاستراتيجيه، فعلينا ان نلقي ان الدوله المصريه بتولي اهتمام كبير جدا بالعامل المصري، سواء من خلال وضع استراتيجيه وطنيه تكون مظله كبيره للعمال المصريين ويعني ترسم خارطة طريق مستقبلية للعامل المصري، أو من خلال ما تقدمه الدولة المصرية حتى على صعيد يعني مساندة ومساعدة العمال. ويمكن السيد الرئيس استعرض الكثير من النقاط التي خططها الدولة في هذا المجال، سواء في الظروف الاستثنائية من خلال تقديم المنح للعمالة الغير منتظمة، أو توفير الإمكانيات لأصحاب العمل، أو حتى الوصول إلى فكرة يعني ولأول مرة في تاريخ الدولة المصرية أن يحدد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص. نعم. وأيضا رفع الحد الأدنى للقطاع العام. وبالتالي أنا أعتقد أن كل هذه الخطوات مع الاستراتيجية الوطنية للعمل في الفترة القادمة بترسم طريق جديد لعمال مصر وتحفزهم على المزيد من الإنتاج والعطاء. أيضا من خلال كلمة الرئيس حول ضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل. يمكن تمكين المرأة المصرية بيشهد طبعا تقدم كبير جدا بعد عام 2014، الجميع يشهد بهذا الأمر. ويمكن حتى التمكين لم يعد حتى تمكينا على الصعيد السياسي فقط، ولكنه أيضا تمكين سياسي واقتصادي وأيضا اجتماعي وفني ورياضي في كافة المجالات. المرأة المصرية الآن أصبحت ممكنة، ويمكن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري خير شاهد ودليل. أيضا تمثيل المرأة المصرية في السلطة التنفيذية في الحكومة أيضا يشهد على هذا الأمر، وصولا لحتى التمكين الاقتصادي واهتمام الدولة المصرية بالمرأة المعيلة وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويعني توفير المعارض الخاصة بهذه السلع وغيرها من الأمور التي تساعد المرأة على العمل وعلى الإنتاج. أيضا الحماية حتى الاجتماعية المقدمة للمرأة المصرية، وتأكيد السيد الرئيس اليوم على هذه النقطة بالتحديد، وتوفير الحماية للمرأة العاملة يدفع يعني القدرات والأمال في تمكين أكثر للمرأة المصرية في سوق العمل. والمرأة المصرية في الحقيقة بتثبت أيضا أنها على قدر هذه الثقة وعلى قدر يعني هذه المعطيات، وبالفعل الآن بتشارك يعني تساند مع الرجل المصري ومع العامل المصري في سوق العمل. ورأينا الكثير من التجارب الآن النسائية في سوق العمل المصري مبهرة وبتبشر بالخير. وبالتالي أنا أعتقد أن تمكين المرأة في سوق العمل المصري الآن يشهد طفرة كبيرة جدا، ومع دعم القيادة السياسية المصرية المتواصل للمرأة المصرية خاصة للعاملات المصريات، هناك أيضا آفاق جديدة تنفتح أمام العاملات المصريات في المستقبل القريب. أيضا هناك جملة من المبادرات الوطنية بما يؤدي إلى توفير سياقات محفزة لزيادة الإنتاج وتطوير الأداء، برأيك إلى أي مدى يسهم ذلك في تحقيق التنمية الشاملة؟ بالتأكيد يمكن تحفيز العمالة المصرية ودعمهم يعني اجتماعيا من خلال المظلات الاجتماعية، وأيضا من خلال تحسين هياكل الأجور، وأيضا من خلال الدعم الفني والتقني. عشان كده وجدنا السيد الرئيس اليوم يتحدث عن فكرة التدريب والتأهيل والمواكبة أيضا الفرص الجديدة في العمل والتكنولوجيات وغيرها من الأمور، خصوصا أن مصر طبعا مضي على خطط كبيرة جدا في الشمول المالي والرقمنة وغيرها من الأمور. كل هذه الأمور بتساهم بشكل فعال أن تجعل العامل هو الرقم الأهم في معادلة التنمية والتعمير والبناء. هذه المعركة التي تخوضها الدولة المصرية من أجل البقاء والوجود، المعركة التنمية والتعمير هي جزء من المعركة المصرية الكبيرة التي لها علاقة بالبقاء والوجود. وبالتالي هنا دور كبير جدا للعمالة المصرية، وأيضا دعم من الدولة المصرية بكافة أجهزتها وأيضا بكافة السبل لتعظيم دور العامل المصري ويعني مضاعفة قدراته الإنتاجية. ويمكن حتى ما يبرهن على هذا قدرة العامل المصري على إنجاز الكثير من المشروعات القومية في معدلات زمنية قياسية لم يكن
أن تتحقق لولا أن لدينا هذا العامل المصري صاحب المواصفات والإمكانيات الخاصة. يمكن بالتأكيد حينما كان يتحدث السيد الرئيس دوما عن سباق الزمن وعن معدلات عمل غير مسبوقة، وهنا كان أيضا يراهن على قدرة هذا العامل المصري العظيم في تحقيق هذه المعادلة وفي هذه المعدلات الزمنية الغير مسبوقة. أيضا هذه المشروعات القومية العملاقة التي فتحت المزيد والكثير من مجالات العمل وأتاحت فرص العمل، مما انطبع على خفض معدلات البطالة وزيادة إنتاجية العمال المصريين، كلها أمور بتؤكد أن نحن أمام إتاحة للعامل المصري. وكما تفضل السيد الرئيس فكرة الحق في العمل، الحق في العمل هو واحد من أهم حقوق الإنسان. مصر تطبق مفاهيم حقوق الإنسان بما يتواكب مع الداخل المصري، وأهم وأبرز حقوق الإنسان أنا أعتقد أن هو الحق في العمل، لأنه يترتب عليه باقية الحقوق. يستطيع المواطن حينما يعمل أن يستطيع أن يصرف على باقي يعني الروافد التي تتيح له المزيد من حقوق الإنسان، وبالتالي حق العمل هو قيمة مهمة جدا بتعليها الدولة المصرية وبتؤكد عليها القيادة السياسية من خلال كلمة السيد الرئيس اليوم. نعم، جزير الشكر لحضرتك الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي متحدثا هاتفيا إلينا، شكرا جزيلا لك.